معرض مع ضيفتنا الكريم المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بيك يا باشمهندسة. أهلا بيك. غبتي عندنا فترة. احنا كنا في نوفمبر اللي فات مع بعض. كنا في المعرض اللي فات. ايوه. داخلين على المعرض الجديد دلوقتي. ان شاء الله. احنا ان شاء الله البدايه الاربع الجاي. ان شاء الله يوم 19 يوم الاربع ان شاء الله. ومستمر لغايه يوم 30. لحد يوم 30 ابريل ان شاء الله في صاله الصندوق الاجتماعي في ارض المعارض في مدينه نصر شارع صلاح سالم. شارع صلاح سالم ارض المعارض عشان دي كل عارفه. طيب للي مش عارفين ديارنا ممكن تدينا الاول فكره عنه عامه؟ والله هو معرض ديارنا هو الـ 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 الشعار بتاع معرض الاسر المنتجه المصريه شعاره من بيتنا لبيتك. طبعا معرض الاسر المنتجه زي حضرتك ما تشرفتي وقلتي ان ده مش جديد، ده بقاله دلوقتي الدوره 58 له. المعرض بيهدف الى تسويق منتجات مشروعات الاسر المنتجه على مستوى الجمهوريه بكل محافظاتها بكل منتجاتها بكل خاماتها. وصل عدد الاسر من سنه 64 منذ بدايه المشروع الى اليوم 2,900,000 اسره. طبعا احنا قلنا ان دي الدوره 58. عدد الجمعيات العارضه في هذا المعرض 35 جمعيه من جمعيات الاسر المنتجه وجمعيات التنميه العامله في مجال الاسر المنتجه. عندنا حوالي او اكثر من 200 عارض وعارضه. عندنا حوالي 900 صنف من منتجات الأسر المنتجة بتشمل السجاد والكليم، السجاد طبعا بكل أنواعه الحرير والصوف وكل الصناعات اللي أنا بقولها دي صناعات يدوية من خلال الأسر اللي موجودة على مستوى الجمهورية وجمعيات الأسر المنتجة المنتشرة على مستوى الجمهورية اللي عددها 27 جمعية. 27 جمعيه على مستوى الجمهوريه. 27 جمعيه اسر منتجه. ده غير جمعيات يعني التنمية. في كل محافظه في جمعيه؟ في كل محافظه في جمعيه بالفعل. بترعى كل مشروعات الاسر المنتجه على مستوى المحافظه نفسها. وبالتالي بتتابع كل مشروعات الاسر المنتجه وبتكون يعني مستعده لانها تقدم خدماتها من ناحيه زي ما حضرتك قلتي تقديم القروض، تقديم التدريب، تقديم التسويق. لأن طبعا هو مش كله هيبقى على الوزارة، لا لازم يكون في جزء أهلي وجزء حكومي. فالجزء الأهلي بيكون على جمعيات الأسر المنتجة والوحدات الاجتماعية. الجزء الأهلي أيوة. بيكون على جمعيات الأسر المنتجة. والوحدات الاجتماعية برضو. بمعنى إيه فندم؟ أقول لحضرتك يعني مشروع الأسر المنتجة جانبين. جانب حكومي عشان النواحي الإدارية وجانب أهلي اللي هو الناس اللي هتدي القروض وهتتابع القروض وهتشوف القرض إذا كان متعسر ولا مش متعسر. هتشوف الأسرة دي محتاجة إيه، هتشوف دراسة الجدوى بتاعة المشروع ده إيه. فبيكون ده دور الجمعية. دور جمعية الأسر المنتجة في كل محافظة. جمعية الأسر المنتجة طبعا جمعية واحدة على محافظة مش هتكفي، فبيساعدها الوحدات الاجتماعية وإدارات الأسر المنتجة اللي موجودة في المحافظة نفسها. على اساس ان لو الاسر او اللي عايزين يتقدموا مشاريع، ما هو مش معقول واحد هيبقى في الوادي الجديد او في البحر الاحمر او في اسوان هيجي للقاهره عشان يقدم على مشروع. صح. فلازم يكون في اماكن الا لو مربح جامد قوي فساعتها ممكن يسيب اي حاجه عشان يجي عشان يكسب. هي نفسها بس احنا بنيسر على الناس اللي هيقدم في البحر الاحمر او في الوادي الجديد زي اللي هيقدم في القاهره، بس انا عايزه اقول له المكان الاقرب لسكنه. مش عايزة انا بلزمه بده ولا بسيب له هو الاختيار؟ لا طبعا هو ملزم طبعا، بس والله لو انت جيت القاهره انت حر، ده تعب عليك انت. بس هو افضل ان هو يكون في محافظته عشان الموضوع اصله مش تقديم مشروع فقط. بتلاقوا طلبات كتير جايالكم من محافظات للتانيه؟ طبعاً. على فكره خدي بال حضرتك انه ساعات بيبقى رغبه في التجديد برضو، يعني بيبقى واحد زهق او خلاص ضاقت به الحال في المدينه او المحافظه اللي هو فيها، فهو متخيل انه لما يطلع القاهره او اسكندريه او كده. فكره خاطئ. فكره خاطئ. ليه؟ هقول لحضرتك حاجه، لان اللي بيقدم في البحر الاحمر هو اللي بيقدم في القاهره، هو اللي بيقدم في الوادي الجديد، هو اللي بيقدم في اسوان، لان بيخرج من الاداره المركزيه للتنميه الاجتماعيه باداراتها المختلفه متابعات للمحافظات دي.
متابعات للمشروعات دي، يعني هو مش بيبقى غايب عن القاهرة أو غايب عن الوزارة، بالعكس ده بيبقى بيتابع، بدليل إن إحنا لما بنيجي معارض خارجية خارج مصر خالص وبنحتاج منتجات من الوادي الجديد عشان تمثل مصر في المعرض الخارجي بنطلبهم، بنطلب الجمعية، بنطلب الأسر، بنطلب المنتجات دي عشان تمثل مصر خارج الله. وده حصل في مهرجان الشيخ زايد في أبو ظبي آخر 2016، كان متمثل فيه عدد من المحافظات وعدد من المنتجات. اختيار الناس اللي بتسافر بقى، بس اسمحي لي ناخد اتصالات، مجموعة من الاتصالات جاية لحضرتك لو سمحتي، وبعدين نيجي نسأل بقى اختيار عشان الناس تسمع سفر بره عينيها تلمع تقولك ايوه انا عايزة اقدم. مش سهل برضه.